أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم كفاءة مميزة من جمهورية مصر العربية المتحدة الحبيبة. اخترنا لكم السيد ماجد إلياس، صاحب شركة الاختيار الأفضل لصناعة حماية الأرضيات. بداية أسعد الله أوقاتك سيد ماجد. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. اليوم حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين من هو ماجد إلياس مع حفظ الألقاب. والله إحنا بدأنا بيست تشويس أو الاختيار الأفضل لصناعة حماية الأرضيات وصناعة والاختيار الأفضل للتجارة، هما شركتين في مكان واحد، بدأناهم من حوالي 20 سنة. ما شاء الله، من حوالي 20 سنة. سيد ماجد، اليوم لو حكينا من وين إجتك الفكرة لتأسيس بزنس خاص فيك، وليش اخترت دولة الإمارات؟ والله دولة الإمارات هي أرض 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 الاستثمار. دولة الإمارات أمن وأمان. صحيح. دولة الاستثمارات، دولة الإمارات بلد واعدة، واعدة بالاستثمار. صحيح. مشجع للاستثمار. صحيح. من وين إجت الفكرة لتأسيس شركة خاصة بحضرتك؟ أنت شفت إنه دولة الإمارات أرض خصبة للاستثمار، فيها دعم، فيها تسهيلات للمستثمرين، ولكن أنت يعني عملت في مجال معين، بعد ذلك إجت فكرة لحضرتك لتأسيس بزنس خاص. هو إحنا عملنا، أنا عملت حاجة اسمها نيو ايديا أو فكرة جديدة بدأنا بيها، وجبنا مكان جديد وعدلناه بحيث إن إحنا نحمي الأرضيات خلال فترة التشطيب النهائية للشركات المقاولات، وعبارة عن 3 طبقات، بيبقى طبقة كوريجيت، طبقة مضلعة، وطبقة سادة، وعليها طبقة بلاستيك، وديت وفرت كتير على المقاولين بالنسبة للتكلفة وللوقت وكل شيء. جميل. وجميع الشركات المقاولات حاليا بياخدوا الحماية بتاعتنا، بيشتروا الحماية بتاعتنا، بالإضافة كمان إن إحنا عندنا بنصنع جميع أنواع التيب، ماسكينج تيب، ألومنيوم تيب، داكت تيب اللي هو السولو تيب يعني، وجميع أنواع التيبس، وكمان بنصنع جميع أنواع الاستريتش، وبنصنع كمان الكوريجيت رول الكرتون. لو حكينا اليوم الخدمات التي تقدمها الاختيار الأفضل للتجارة والاختيار الأفضل لصناعة حماية الأرضيات بشكل مفصل للمشاهدين الكرام. احنا بنورد لاغلب شركات، 90% من شركات المقاولات، وبنصدر للخارج لدول التعاون، وبنصدر كمان لافريقيا، والحمد لله شغالين. والحمد لله في 2019 قالوا في ازمه، بس برضه كنا شغالين كويس، وسنه 2020 بيقولوا في ازمه وفي كورونا، بس الحمد لله لسه برضه شغالين كويس. يعني اللي بيشتغل بيشتغل، اللي بيحب يشتغل، اللي بيحب يشتغل بيشتغل، اللي بيقول دي ازمه ولا في كورونا وما اشتغلش ده موضوع تاني. انما الناس اللي هي بتصر وبتشتغل، بتشتغل وبتنجح. فاحنا صحيح تاثرنا بالكورونا شويه، لكن لسه شغالين ولسه فاتحين ولسه بنبيع ولسه بنحصل فلوسنا، والدنيا ماشيه كويس الحمد لله. اكيد دائما يعني في هذا المجال بتلاقي صعوبات، ولكن يعني الشخص الناجح بيتخطى هاي الصعوبات بعمله ومثابرته المستمره. سيد ماجد، اليوم احنا بدوله الامارات العربيه المتحده، زي ما ذكرت حضرتك انه ارض خصبه للاستثمار، فاكيد المنافسه شديده دائما في كل المجالات وكل القطاعات. اليوم لو سالناك سيد ماجد، ما هي المميزات اللي ميزتكم عن باقي الشركات المنافسة؟ ميزنا عن الشركات، عن الشركات الأخرى المنافسة، إن إحنا دايما أمناء في شغلنا، أما في الأمانة في الشغل، سرعة التسليم، السيرفيس بتاعنا ممتاز، عندنا ستاف من البياعين كبير بيغطي تقريبا الإمارات كلها، والحمد لله الدنيا ماشية. ما شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق. اليوم ايضا سيد ماجد، اكيد ما شاء الله انت 20 سنة صاحب بزنس داخل دولة الامارات، ويعني واصلين لليفل ما شاء الله، سمعة طيبة وعملاء ايضا من الامارات وخارج، ايضا خارج الامارات. ما هي الخطط المستقبلية والنظرة المستقبلية لحضرتك لتطوير الاعمال الخاصة بشركاتك سيد ماجد؟
احنا لسه حاليا بنفكر في ان احنا نعمل نستثمر في بزنس جديد او نوع جديد من البزنس برضه نضيفه او صناعه جديده نضيفها لصناعتنا، يا اما صناعه جديده يا اما استثمار جديد نضيفه للشغل بتاعنا. لانك انت في الامارات ان هو بتطلع الرخصه في اقل من 24 ساعه او في نص ساعه، بتطلع رخصه في نص ساعه بجميع الجهات الحكوميه بتتعاون معاك. في محفزات كتير جدا نزلت من سمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، نزلوا محفزات كتير جدا عشان الناس تستثمر وعشان الناس تشتغل، وقدروا ظروف الناس وزي ما بيقولوا يعني سبورت الناس او دعموا الناس كلها بتوع البيزنس ان هم يكملوا ويشتغلوا. وكمان البنيه التحتيه ممتازه، سواء الطرق، الكباري، الكهرباء، المياه تركب، يعني لو هتزود الكهرباء في يوم تزيدك الكهرباء، ما تاخدش وقت، ما فيش اي صعوبات. صحيح. تفتح بنك برضه، تفتح حساب في البنك في نفس اليوم، ما فيش اي صعوبات بتواجه اي مستثمر، بعكس دول كتير بتواجه صعوبات. وبعدين هنا في الامارات برضو عندنا اكتر من 250 تقريبا او 220 جنسيه، كلهم بيعيشوا مع بعض عادي في امان وفي سلام، وعندنا وزاره التسامح. صحيح. والسلام، ما في اي تفرقه، ما فيش اي تفرقه اخرى، ما فيش تفرقه بين اي جنسيه ولا بين ديانه واخرى ولا بين لون ولا عرق ولا اي شيء، بل بالعكس يعني الدنيا احنا ماشيين. انا عشت في الامارات فتره طويله حوالي 40 سنه، ما شفتش فرق في اي حاجه ولا فرق مع اي حد، ان احنا دايما تعودنا ان احنا نقبل الاخر، الاخر هو الانسان الاخر بصرف النظر عن اي حاجه فيه. 40 سنة داخل دولة الإمارات سيد ماجد، أكيد اختلطت في كل الجنسيات وكل الأعراق وكل الأديان الموجودة داخل دولة الإمارات. اليوم 40 سنة داخل دولة الإمارات، لو سألناك ماذا تعني لك دولة الإمارات العربية المتحدة، ماذا يعني لك الأمن والأمان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ ونتوجه من خلالك برسالة شكر لحكام وشيوخ والقائمين على دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات هي التسامح، هي وزارة التسامح، دي يمكن موجودة، مش معرفش موجودة في العالم كله ولا لا، لكن هي موجودة في الإمارات، دولة التسامح ودولة السلام، والناس كلها تعودت على الحب بعضها وأنها تتعاون مع بعضها وتعيش مع بعضها في سلام، وده أساس النجاح. أساس النجاح، أساس النجاح أنك أنت عايش في جو ملائم وجو عادي ومفيش مشاكل بتواجهك، لا من اي جهه حكوميه ولا من اي جنسيه ولا من اي حد، والناس كلها متعاونه مع بعضها. وزي ما قلت قبل كده وكرر تاني، البنيه التحتيه وكل السبل، كل السبل اللي هي تستثمر وما تخافش، او تحط فلوسها في البنك. في مقوله بتحكي راس المال جبان، يعني بيحتاج لمنطقه امنه عشان انت تقدر تعمل بزنس. إذا وجد الأمان وجد الاستثمار ووجد الاستقرار أيضا. طبعا أكيد، وهذا الشيء يعني غير متوفر يعني في دول كثيرة، يعني في دول كثيرة اليوم موجود داخل دولة الإمارات. حضرتك سيد ماجد، كيف بتحب تشكر القائمين على هذه الأعمال؟ والله أنا بشكر الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ محمد بن زايد وجميع حكام الإمارات على كل سبل التسهيلات والامن والامان الموجود في البلد، الدوله بصفه عامه، وهم شجعونا وهم اللي كانوا معانا دايما وهم دايما اللي في ظهرنا موجودين بقراراتهم الحكيمه وبتسهيلاتهم العظيمه، سواء التسهيلات دي اتاثرت فيا منها كلها او اتاثرت فيها جزء، طبعا اثر فيها جزء، لكن بصفة عامة ده بيأثر على باقي البيزنس، والبيزنس بصفة عامة مرتبط كله ببعضه. أكيد. فلما هم يطلعوا مثلا 100 محفز اقتصادي خلال فترة كورونا، أنا مثلا استفدت ب10 من المحفزات. صحيح. لكن باقي الناس برضه استفادت، بدأت البلد مرة تانية تنتعش، وبدأت البلد مرة تانية بعد الإغلاق ترجع زي الأول. أكيد. إحنا بنشكر كل الحكام وكل وسمو الشيوخ كلهم وعلى الرعاية وعلى الأمن والأمان
أكيد. أيضا رسالة شكر من خلال شاشتنا لحكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة دولة الإمارات عموما. سيد ماجد، في نهاية برنامجنا حابين نتعرف ونعرف السادة المشاهدين موقع الاختيار الأفضل للتجارة والاختيار الأفضل لصناعة حماية الأرضيات في إمارة دبي. احنا في دبي بالكوز واحد مصنع بنصنع الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ونتمنى ان احنا نضيف صناعات اخرى ان شاء الله تعالى، وبرضه بنتاجر في بعض الايات اللي بنجيبها من الصين. كيفية التواصل معكم عن طريق الويب سايت والايميل والتليفونات؟ ممكن التواصل معنا. جميل. إذن أعزائي المشاهدين سوف تظهر كيفية التواصل مع الاختيار الأفضل لصناعة حماية الأرضيات والاختيار الأفضل للتجارة وأرقام الهواتف الخاصة أسفل الشاشة. في نهاية برنامج حابين نتشكرك جزيل الشكر سيد ماجد على حسن الاستقبال وحسن الضيافة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لمجيكم، وشكرا جزيلا لحضوركم، شكرا جزيلا للبرنامج. شكرا مرة أخرى، نتمنى لكم كل التوفيق. الله يخليك. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي رعاية الله.